أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت ولفي. سلمني اللهم يا ربي واحمني، وخذ بيدي ومن وجل وتعظفي. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، نحن اليوم في درس جديد عنوانه أنواع الإعراب. بعد أن عرفنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، اليوم نتكلم على أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني للأسماء من أنواع الإعراب الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم ولا خفض فيها. للأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأقول اشرح هذا الكلام: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأربعة من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة الألو والارتفاع، الرفع بمعنى الألو والارتفاع. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، نوع من التغير، علامته الضمة، يعني يدل تدل عليه الضمة وما ناب عنها وما ينوب عن الضمة. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل. يقع الرفع في الاسم والفعل نحو: يقوم علي ويسده البلبل. يقوم علي ويسده البلبل. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الفعل والاسم أيضا نحو: لن أهب الكسل. يسده البلبل المثال الأول، المثال الثاني: لن أهب الكسل. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، يعني النزول تحت، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، علامته الكسلة وما ناب عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو: تعلمت من الكسول. وأما تعلمت من الكسول وخفض في اللغة التسفل، وفي الاصطلاح تغير مخصوص، علامته الكسرة، يعني نوع من التغيير، علامته الكسرة وما ناب عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو: تعلمت من الكسول. وأما الجزم فهو في اللغة القطع بمعنى قطع الشيء، وفي الاصطلاح تغير مخصوص، علامته السكون وما ناب عنها. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع إنه لم يفز متكاسل. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، يشترك فيها الأسماء والأفعال، فتكون الأفعال مرفوعة وتكون الأسماء مرفوعة، وتكون الأفعال منصوبة وتكون الأسماء منصوبة. وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، قسم خاص بالأسماء فقط وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال فقط وهو الجزم. يعني قسم خاص بالأفعال فقط وهو الجزم. وبذلك يكون قد انتهى من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. قلنا إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، واليوم نتكلم على مقابل الإعراب الذي هو البناء. البناء ويقابل الإعراب البناء، وكل بناء ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فنقول: للبناء معنيان، البناء له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، أن تضع لبنة على لبنة بقصد بناء جدار يدوم ويلزم. وأما معناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أن تكون حال آخر الكلمة، أن يكون آخر الكلمة ملازما لشكل واحد، مثل هؤلاء، لغير عامل، أي لا عامل يقتدي هذه الكسرة، ولا اعتلال ولا علة تقتدي هذه الكسرة. الكسرة وجدت بنفسها من غير عامل ولا اعتلال. وذلك كلزوم كم ومن للسكون، من وكم ملازمين للسكون. وكلزوم هؤلاء وحزام وأمس الكسرة، هؤلاء ملازمات للكسر. وكلزوم منذ ومذ وحيث الضمة. وكلزوم أين وكيف الفتحة، هذه تسمى بالبناء. ومن هذا الاتضاح نعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح.
أنواع الإعراب كانت أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. يقابلها أنواع البناء: السكون، الكسر، الضم، الفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. هذا هو المبني وهذا هو المبني وهذا ذاك هو المعرب. وبذلك يكون قد انتهى من درس اليوم الذي هو البناء، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. الله عليه وسلم. باب معرفة علامات الإعراب. بعد أن ذكرنا الإعراب وعرفنا، وذكرنا البناء وعرفنا، وذكرنا علامات الإعراب أربعة، باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات. علامات الرفع أربعة: الضمة والواو والألف والنون. علامات الرفع أربعة: الضمة والواو والألف والنون. وأقول: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. مواضع الضمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فالمراد به هنا ما ليس مسنا ولا مجموعا. المراد بالاسم المفرد ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة. سواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد، محمد اسم مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة، وسافرت فاطمة، فاطمة مرفوع بالضمة الظاهرة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونومة، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونومة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها السجل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأما جمع التكسير نقف عند قوله: وأما جمع التكسير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين.